تعال نشوف موازنة بلدك زي ما بيقول الخبر. اعرف موازنة بلدك يا مواطن عشان تعرف انت هتعيش ازاي في الفترة اللي جاية. ما انت لازم تطمن على موازنة بلدك، اخبارها ايه، الديون فيها عاملة ازاي، نصيب حضرتك من الدين كام. الموقف المصري، اعرف موازنة بلدك يا مواطن. رقم 4، الديون، نصيب كل مصري 43,000 جنيه. انت مديون يا معلم ب 43,000 جنيه. تخيل معايا ملعب كرة مليان بفلوس من فئة 100 جنيه، مرصوصة فوق بعض بطول شخص متوسط طوله 1.70 متر. شايف كمية الفلوس قد ايه؟ يعني انت واحد طوله 1.70 متر هيفضلوا يرصوا فلوس جنبه كده بفئة 100 جنيه لحد ما توصل لمتر 70. شايف كمية الفلوس قد ايه؟ تخيل بقى 4 ملاعب من دول، تخيلت؟ هو ده بقى حجم الدين العام في مصر. في البوست ده بنكمل حلقاتنا عن الموازنة، والنهارده هنتكلم عن الديون، حجم الأزمة، وازاي ممكن نصلح الوضع المختل ده. ايه حجم مشكلة الديون في مصر؟ الدين العام بيساوي الدين المحلي زائد الدين الخارجي الأجنبي يعني، وده على بعضه 4 تريليون جنيه حسب وزارة المالية، يعني بيساوي 91% من الناتج المحلي. وبالطبع ما ينفعش معاه ان كل مواطن يروح يسدد نسبته من الدين زي ما الأستاذ عمرو أديب بيقول، او زي ما الأستاذ عمرو أديب اقترح قبل كده، خصوصا ان كده كل مواطن عليه حوالي 43,000 جنيه. في الموازنة الحالية للحكومة هتدفع 541.3 مليار جنيه لسداد فوائد الديون بس. في 541 مليار جنيه، سيبك من فاصل 3 دي، الحكومة هتدفعها لسداد فوائد الدين في السنة دي. الرقم ده مهول، وعشان تعرف قد ايه هو كبير وهو بيمثل 38% من اجمالي مصروفات الموازنة، يعني كل 100 جنيه بتصرفها الحكومة بتدفع منها حوالي 38 جنيه بس فوائد للديون المتراكمة علينا، ده غير أصل الدين. ده بيمثل 3 أضعاف إنفاق الحكومة على التعليم والصحة مع بعض، وحوالي ضعف بند الأجور في الموازنة. يعني الرقم اللي أنت شفته ده بيمثل 3 أضعاف إنفاق الحكومة على التعليم والصحة مع بعض، وحوالي ضعف بند الأجور اللي السيسي بيقعد يعايركم ويقول لكم إنه يعني الموظفين كتروا بعد ثورة يناير وبتاع.